رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السابع في التوكل على الله. الفصل السابع فصل التوبات ما ينفصل في التوكل على الله. شيخ ما يقول هذا لي آداب فربضا إيو أحكام فربضا أقول لي كباني طالب العلم لنقول لك برضا لنقول لك برضان الشرك يقدر شيء هم يقول لهم بهذا فكرك يعني والبضاء هذا لي مرقان ختام كي مروا هاي فصلة قابنا ما يكيب قبي فصلة قابنا أو يكيب قبي مرقان حتى فصلة التضبعات الفصل السابع في التوكل على الله يقول هذا. ثم لا بد ما يقصبها لطالب علمي لكن طالب علمي قال من التوكل إنه التوكل في طلب العلم ولا يهتم مدنا يوم لأمر الرزق رزق أمر شيء مدنا يوم ولا يشغل قلبه قلب جينه مشغول يوم بذلك أرن كاسمه مشغول يوم ولا يشغل لكن قراص هو بنقطون فيلت رباية لوشيني ولا يشغل قلبه قلب جي ما كان مشغول يو بذلك مركا شروط الشيء هاي أرضي قال لك علمه برضو حلق الطلب كلك جه طلب بس وقت تحدد لك تلا قال ما وقت كاستمع حلق الطلب كلك تلا قال يا أرضي قال لك فذا إن اسمه إلى راي طلب كاس كأك هذا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف إلهي لأنك دي يعني لما قلب إلهي لأنك مسيين لأنك تصدر هذه حلق طلب لك جر إن طلب لك أكاد. ثم لابد لطالب علم من التوكل وإن استرسى على في طلب علم ولا يهتم مرهادي أو مدني أو لأمر رزق رزق أمر شيء ولا يشغل قلبه قلب جين مشغول يوم بذلك تاس لماذا قلب علم لك الشيء اللي فده روى أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن عبد الله بن حارث الزبيدي ميلا كوري عبد الله بن حارث الزبيدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صاحب شيء هاي من تفقه في دين الله لأن الدين إلهي برد كفاه الله تعالى إلهي ما يكافيه همه وهمجي ورزقه وأن ميك أرزقه من حيث لا يحتسب ميرزن فلضان إلهي وأرزقه من تفقه لأنك برض في دين الله إلهي دين ديس كفاه الله تعالى إلهي ميك أفيه هم وهمجي كافيه ورزقه وأن ميك أرزقه من حيث لا يحتسب مركن حديث كان قابك الانويري ما يرفعين قال قال رسول الله أما عن رسول الله سمعت رسول الله ولا إله راي حكم الرفع ما لا حديث قابك إذن رفع ما يرفع لكنه ما له حكم الرفع اللي أثر كصحابي أثر شيء يتابعي أثرتي واضح واي لكن هدي يقو حضلا قاران صحابي وحيابا إلهي جيل لكو يذكر عن طريق الوحي لكو يذكر هدي يقو حضلا مركز ميلا ري حكم الرفع اللي مثلا أنت كفاه الله تعالى همه ورزقه من حيث لا يحتسب ذات إلهي لكو حضلا ما مركز درادي حديث كان ميلا حكم الرفع اللي يعني مسند أبو حنيفة مسند ما محمد بن حنبل يلي وأنا حديث كان ضعيف وايس ضعيف واي هذه آثار إين وابكوس سكس بعاته آثار هذه أما حديث هذه ضعيف واي لكن ما يرمو غذا حكم الرفع يلي إن قصو بصير ذا صحابي بصير ذا يعني والمدى ركور فإن من اشتغل قلبه لكن قلب جي كان مشغول بأمر رزقي رزقي أمر شيء من القوت قوت من قرء والكسوة لرء قل ما ما يرى يتفرغ إنه تفارغ لتحصيل مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق إنه سهلة ومعالي الأمور أموره صار إنه سهلة أي
مجلس ولا غريب إلى هذا سيد بلان كده كده حكومة بغطوية صلاو هل جنكي جبهدين تمين بوه غريب أنا عرف هذا ماي ودي لك هلا فكيف العلم مالك سازوك هلا إنما ينال الغنى ذو البعد المتبذل يري لانك لا رو شنفرة حضن تلمي ديري لانك ميل فك باي ميل دار باي أول بقلم تبذلي اسبي مي لانك أصلا مال هلا وير لكن لان أو يعني دور سدو مرك مرك حب السلامة وحب الراحة تاسمي ميل ميك ديرو قيل ميل ري شاعر ري دعيل مكارمة مكارمة سودا فهرين لا ترحل أن يرى طويل بغيتي هرادين تي وقعد أسكف دوير ما يبر فإنك أن تضاعم الكاسي هذا لهم قروين أتوان كرجير الضاعم بيتك أسل شيء مهري لرهين شاعر كي آية تنتبضنا يحضي لرهي لرهي ما يكا آية زبرقان إنه بدر سيد بني تميم يكا آية لرهي ما كده عمر خضاب أنكو دعوه عمر خضاب هيري حضي أبسك لكي مدة مركيرنا يا قصيدو ما يترى أولاد يسون كسباي كقوالو مارك ما يري قارن يري يوليال أو نتى بول هم بين الجيت كاسبهم في قارم في قارم مظلمة قصيدو أقول نم ما قاعد نواصل كثيرة عمر خضام مرجع عيال كسيتو يد نهار سيلهرة تمون كندي نارسي ما يكون جذ لهرة بعرض المسلمين لا مسلم ما يقرط له وذلك ديل حياة عمر خضام لا ما عين لهرة مكوا سامنا عفانا سبا وهي اللي ميجري والله قدرسته حلق خلافة عثمان لما ذي لها كان شتاما وسبابا والكل هو يسوس آي جري لها آي سآي أو شي آي إسلام تسقب آي أضوف وما أضوف حتى آوي إلى بيتين أهل لها قعيدة لكيعة أنا سيد بلان إسكتوس ومير جيها وريق بيقلوا دقيقة وشاكة ما فضي أصار إدزو النابس وما فضانه أوي إلى بيتي أن هو يدير قاعدة تويسان تفيد هذا بلاكي أتو هبارك الباوه إلى ما خير الله هنا أن هو يدير لم بمر داف ولذلك ما لري لان كاس مستواها شاعر كودير هديس عفيف هذا فن إلى يدرج في لقي يزيف هذا لكن لا مشي أفرج إنه ما يكون نبت قال وأنا شعر يعني كتوكس ذا كدور ذا لا والله تدرج هذا صنع ذي الأرض أتمنون زبرقان كان وليرش هذا يقول وياك علي دعي المكارمة شرف أسولافير لا ترحل لبغيتها وقعد فلو فإنك أنت ضاعم الكاسير الضاعم لأنه الآموات الكاسي لبس الجيل هرق الجيلات تدرى دي محل شاهد كان ميلان ميتا لأنك شوفو فضو شوف فضو أسوب أسكوبة دي واي علم من برضو فبض لابس كماشي قولون قبر أروسك هدو لإرهان لأنك قولون لأنك رأو ورنجي دي اسكما شغولو ديار غورو وقت بدن غاد ما اسك هلاو قال الرجل عمر لمنصور الحلاج من غري اوصني اندر دار فقال عمر هي نفسك هي وسيد نفسك نفتو ان لم تشتغل هدي انك مشغول بهواها ما ان لم تشغلها هدي انك مشغول ان لم تشغلها هدي انك مشغول ما يفيلا تاظن لغوض جيلة فذي إن لم تشغلها لأر هذي أنك مشغول شغلت كيك مشغول أس شعر حقيه وصية والفيل لأر ما إري هي نفسك ونفط الدياري هي دميلة تدن هي إنر هي نفسك نفط الدياري إن لم تشتغل حدين نفسد أنك مشغول مايا إن لم تشغلها حدية أنك مشغول هو بقدا فعلك ما فلان ما ضيبت فعل فعلك ما عط حرفك كود لك هرو معنك في ليه ده هو لك قضون معنك في ليه إن لم تشغلها حدين نفتح أنك مشغول شغلت كأذك مشغول ياس أما صهورين أهل دفاس أو رباعي كوين أشغلك وشين إن لم تشغلها هدي هذا مشغول نشغلني وين شغلتك علوم المهرانة إن لم تكن داعيا تكون مدعو هدي دينتي إلهي فافي وايت وخيرك تتكن كبير وايت هدي شرلك كبير إن لم تكن داعيا تكون مدعوا تاسوك الله نفسدا هو بدا مشغول يابا مشغلك هايت
شيكين ولاس ما يقال له ري هو إلهي عبد ويتوب شيلنا عبداس واللؤجي ملا الصلب إلهي إنسان ما دنا عبادة قتل قاله إذا لم يستقيم في عبادة الله وحده يعني إلهي وحده نس إنك عبدك وش غلوه يعبد غير الله ما لا ينفعه وما لا يضره يا عبد سليبه فينبغي ما يهبون لكل أحد أن يشغل نفسه إن مشغول بأعمال الخير كمشغول حتى لا تشتغل بهواها سنفصدني كمشغول وودي ولذلك مع عبد البوسري من بارين يعني من لي برد جماح نفس من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجمير الله أي الرابير من لي برد جماح نفس نف مضاد كات عن غوايتها بعض نمد أي أول الرابير أنا جريدي كفرنا هذا أي الرابير نفته كما يرد سلنا غو جماح الخيل فردها مضاد باللجمير حكماك أما اللي جنك سلنك الرابير مركز هذا مركز الماري وخالف النفس والشيطان وعص وخالف النفس والشيطان وعص ماره وعصهما وإنهما محضاك النصح فالتهمير نفس ده إشي إذا مر به خلاف لير مركة فينبغي لكل أحد أن يشغل نفسه بأعمال الخير حتى لا تشتغل بهواه ولا يهتم العاقل عاقلكم مهم يو لأمر الدنيا لأن الهم مركتي راس والحزن تيران يدا لا يرد المصيبة مصيبة ما حنقو مصيبة ما ريبو ولا ينفع ولا نمتر بل إن ولتر صداف يضر بالقلب قلب قلب والعقل قلب والبدن قلب قدرك لا ينسوه قانسا إنك الصبر تفض بضان بيكو سيف فض بضان إنك رارا نقد ويخل ميت لماي بل يضر ميت لماي بالقلب والعقل والبدن ويخل بأعمال الخير بل يهتم طالبك ميت همي لأمر الآخرة لأنه ينفعك سوى التراوير ولا يهتم مهتم العقل أنك عقلك لأمر الدنيا أنا أديك في كرجة والمتراس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم نبكم الهم والحزن من العجز والكسل ومن الجمل والبغض ومن ضلع الدين وغلبة الرجال لأن الهم والحزن لا يرد ما نغوى المصيبة ولا ينفع المطر بل يضر بالقلب يدبا عقلك يدبا قلبك يدبا حلمانك شينا والعقل عقلك يدبا جنك شينا والبدني بدنك يدبا لأنك بابا يجرشي ويخل ميك لمي أنك سامي بعمال الخير ميك الأرقرط ويخل ميك دلدلال إخلال كشيني بعمال الخير بل يهتم لأمر الآخرة لأنه ينفع أما قوله عليه الصلاة والسلام إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها أنضافا إلا هم المعيشة رواية العراس لا يكفرها الصلاة والصوم والحج وأنت إلا إلهي ملك لا في ذنوب هم المعيشة إنك نولك فكر أنت وكوش يانس ولا دهم قرجو أنت سؤال قضيت كما يقري أبو نعيم الأسفاني في الحلية الأولياء وضبقة الأسفياء كبيرة للراء الحافظ ابن عساكر نفسه كبيرة للراء أبي هريرة الكبيرية حافظ العراقي كتاب شيء للراء في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بما في الأحياء من الأخبار أو في تخريج ما في الأحياء من الأخبار للراء المغني كتاب عن حمل الأسفار للراء كتاب نقيم بضمان ديت كان ضعيف وهاي مالك يريك ساسوك لو كهلا لري كتاب لا رو فيض القدير شرح جامع صغير نفس لو كهلا لري مرقوم ادم ضعيف وسي فضائل الاعمال ها قرر اسكو قال ذكر حتى دم له ول قال ذكر لماذا ما هي قرارين في فضائل الاعمال يا قرر فالمراد منه ما ديت كان لجيده قدر هم مرق قدرشه يلق جيده قدر هم مرق قدرشه مرق تاسو لا يخل اندمان بأعمال الخير أعمال الخير اندمان ولا يشغل القلب قلبك مشغول شغلا أو يخل دمو بإحضار قلب في الصلاة إن صلاة قلبك حاضر ف
فإن ذلك القدر قدرك من الهم والقصد من أعمال الخير يكون مدد لأنه لكن حير صلاة دب والديران ولا تكتي ولا كلام لنشل وين سيدرك عدد مروا سرون لي أريه لأنك سنهورا لأنك واسك دين أي مير هيد دهورا تكوي قلي سيد أنا سيوي ذا تتكوف وجيه غير إحضار قلب صلاة والديران مرس والله غدا دكتور شيء عبدو هايم مير مركز صرخ قوام مسجد مير سبحان الله الغفار تسبح سبحان رب العظيم الغفار يميل لا غير يا الهاي هبل اني انت لا غير يا لا غير شيء الا مسجد شيء سي اولا حسغلي مركز ركوع يميل مركم انا هبل اني انت لا مركز الله يوصل الصلاه كوباي مرك مرق او يخلى يقول باحضار قلب في الصلاه فان ذلك القدر قدرك من الهم والقصد من اعمال اخركم اذا ولا بد لطالب العلم طالب العلم لا بد من تغيير العلائق الدنيويه ان علائق الدنيا اسكو يراي تنسين يقول هذا لا يا تومي سيد اور بيرت كو جاتوا بك بيرتان علم مركي تعلمت دمات ولا تلك فدا gurubiyada beerta ku jiraan oo bad ka beerta geeko madaxtooyada shirkadeen ku weer geeko bakin lakiin ku weer geeko sekretar lakiin weelo adoon meel raay mas walaas may deer hob ururka beertuna ku sii doranta ana seen hadal u baahdo kor ana ashirki may feel maraw mana tartan laga gelayda olba ka jirtaa مثلا أورا كبيرة أضوء طلب علمي كجرت أورا كاس أورا كورجيت ما ها والكي يدره نمن كاس إس هاي سنار كاس هاي نمن كاس كوفجي نوي مركم أول باك جرت إمول برداس هو بحركة السوق هذا سيتون تجاهلوا يا رجل بن وقت وقابع كشجعسوا حرفوا هذا نورك ويدي سات عايشة عشان ما بتسامع العلم ده نورك برد ولا تدبض كومار ماس كسبة ما يدي ده لكن والو بن تران ولاهم هت رابطات اللي كلها ميدو اللي كلها اتحادات اللي كلها ولاهم اللي كلها ترى ترى كله ضارب علم قدر حاجة لا بأس ولا مصالح ده كوماس لكن وال أكثر جو مصالح ما كوماس dad gaar ah wiidida dhanka soo shaqeysay masaakim iyo yogin male waxa uu ka maalada nimaan ama baa burusing hoosun haya sheekho kaano meere jiray sidee arin hoobada tahsiilid faas in dadku sumullah way u jigaa lagu qabsaday isku kishibeer hoob guulaysatay oo tabad lay dirtay in surumaha markuu sifaanaga tilay dhare adiba walaa qabsada seer walkin uu shaqeeyba هو لا يبي فشل ما درك ما أني بقدي كنيا ما يث مركورة ميل ما يكير عنه أقو حلق ضرب علم على أقبال الله مره بدو دت بدن من كسان ما يتعل تعلنتك يقول درهز دنا على أقفر بدن نم مال قبائلنا هذا لصاحبت نم سياستك جيران هذا لصاحبت مركون أدرن ولك الشيء ده مركو الشركة بدمع من لهاز أو شيء درام باردر لم يرن جيد كسر جير هر كسر لا لين أشر جيل أخري سأشر كل مرجعو جي أنت إمام ده هو تابير مرجع قوة شاطو ولا فارس إن إمام الكوي هي سأشر كل كوي بير هر تام إن شيء كي قالي لان كوا لا كان مثل غرابة أنا مثل سء شر بولدان يا بريس يا نيدا بابور بريس يا شيء نيدا بدع شيء نيدا تكان أنت كفور ذي دا تكان كي كشيء كي قالي كوكل قد يصير خلاص هو هذي دا ميل مسائل كعلم كل كدور فاي بدي أرد مك مشهورة أنا فطية تأشر كم بدل تروق ما يجي لشجعي لي ريدا هو ده ده سيسي نقول مركون جيم مرسي أنت سروال بالقويب لكن كارو شيء هاي ده يا سروال دي ما يصير
waagii surwaalka askarleyga dawladda xilligi shaab daran baa la rafaaday surwaalka dadkan ma gasaan waan ku surwaal dab gaab laga hadlay surwaalta fadheerada mar dhow la ogolaaday xilligi waagii hore lan mas'uuliyiinta aan dawladda shaqo surwaalada meegana ulmaha ay surwaal dab gaab galatay siyaasado wad hagaalay surwaal dab gaab maamir qadaafiya iyo reebeel erjeri maxamed sayid kulaadale saayba unub tilyaaniga hanu doonsaday ad intee leeg ko doonsaday musum baa ina walaan eeba ku heere us ereel dare ma meegalan akhyaarayd unub hadeenii laakiin aan ma ilaha ka deeri xilliga tababarka socda dhibowga xilliga dhibowga suurada uga bis ila ogolaay mantakal aadil gaalada laakiin bilaamayti in shaqaas dawladda maaha surwaal ishaatiyan qasabka haytay bilaan badan surwaalay haytay arday naga tooy naga tooy dawladdu ma faar jamaan kanad bilaan ma idiya surwaal ishaat shaati naga shaati gaam gaaf aad la fada aad ka saas walaan hadir ne kumaday aan ka arar la aan ka arar la ka arkay dad wala budda dalab ilmi min taqil alaaq dunyawiyya biqadri wasi biqadri wasi malik ngari la budda min alaaq alaaq la ma hada qort laakin anta ولهذا اختاروا ميدوردن الغربه ان غريب نقدان ولا بد من تحمل النصب نصب من تحمل النصب ده ان نوغل غادول مشقه في سفر التعلم ان اد لفاق ان اوغلا تلفده كما قال موسى عليه الصلاه والسلام صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه في سفر التعلم سفرك والبرشد ولم ينقل عنه ما يقول ذلك في غيره من الاسفار سفر ذلك الاسقال ما هي كشيغنا لير ما هي لقد لقينا من سفرنا هذا نصابا غير علم الرئيس هاي خضر يان سفر ليعلم سيلين وقال ان سفر العلمي سفر العلمي لا يخلو ان خان نظام من التعب نوك لان العلم علم امر عظيم وهو افضل فضل من الجهاد عند اكثر العلماء اي صوت فضل بعض ما هي علماء guriido ma ku barad kortaa madana gurimka digaala ma hinunaad kan seesirada la daamay sharqi taagaad ma yaki gaad kor lamgeeb la ka tusu kor geesda wal furale wal man baan dublay fada lanka sidige mis hal geel ku taw bar kor geel ma jihadka gal kor maay qitaalka gal kor jihadka oo qitaalka jihadka soo gudwiin noocis badanin noo qitaalka gal kor lang nadiir ange horbo la hanbarn jidda ngay alif iba ita la hanbarn mega ge ilmiga lagu bar kor aalim dariido ka filan ilaa isku nagado megaadas kam bal hita tastas isticsa yagada dubar ci walmay bar korob laakin diga lan bar korna balla tadraadi culumada ma yarana ilmiga culumada to yarada Soomaali dhon hadda 20 kun culimay marugtis aniga yaso 20 nada man diiran isin walba gamis gaado imaam gaado ulma eraasan dad aniga gamis leey misin sheegaha imaam leey misin sheegaha dadka helu diinka cibaadaysada khairka diinta jeel misin sheegaha caalim ay leere gabadho gaalasan gabadho ma 20 hadda fool aan badi Soomaali dhon marka at kanagadan hay ogaadaan shan leysay shan kuban baa man roogna la is ilaali wala barashada dadka barashayta culimo in leer halka dambaawe baahitiin dalaw cilmi dalaw cilmada una dalaw cilmi aan wali ma zilna culimnama mara ahni dhawaatay digaalada sukiin aafiin hata raji weynaata aanu mugliin maalay ilaahi wala fawna si kor laakin fa kayf baahith baahithin ana tusin hadalo anay baas ugaad ana ta baahith ah aalim managan hatta ilaahi ku tuuga fursad una dalab cilmi an ka ban hatta weydii u hayn hatu badhero in fadan laakin alhamdulillah ilaahi mahna geesi baahith baahith ma ilaajeeda masal laakin shay kitaabe ma kitaabe ku weydii sidii kor laakin masalaha loo warsado haddii leeyahay kitaab aan baqab baahith leedahay muftiga loo warsado dhigaajiiba ka saayeen kitaabka taalan intaba ku aragay horlay ku sheegay
laakiin lan kitaabku waxa ka fiiri arimaha maalanka gaari gurjool ma harjeenay saaso kale kama qala Muusa (alayhi salaam) alayhi wa ala nabiyina afdalu sallallahu alayhi wa sallam fi fadli ta'allum mahri fi safar ta'allum mahri walam yunqal ma guran dhalika fi ghayri wa min al-asfar laqad laqina lakun min safarina hadha nasaban air li yu'lama sanad anna safar al-ilmi la yakhlu mukhallal min at'ab لأن العلم علم أمر عظيم وأفضل من الجهاد عند أكثر العلماء والأجر أجركنا على قدر التعب والنصب أنت نوق دي إلى أجرك سين فمن صبر على ذلك لنك تاسك صبر وجدها للذة معانها له ميان تفوق سريته سائر لذات الدنيا الدنيا ميانتي والكبر كبالنا يالك هلا ولك هلا ولهذا كان محمد بن حسن الشيباني مبهاي اذا سهر الليالي هديه مينيدس دفر وانحلت له المشكلات مشكلات لونك فرفرمان يقول ما راه اين ابناء الملوك بغرض اولادي وان انت كروغان من هذه اللذات ما ينتون هتقم انت كروغان اين ابناء الملوك وان ورده معان كميل جيد ولا قلبك راحل الجيد حقيقه لا شك ما الا تها راحله تعلمته يوم الى راي عباده با راحلين اولن دورسان راحه الجسد هندرمي هنغرلن دورسان يلت لك الهي فهنسي الهي منزله جيسي يلت ذاس يفهمه وينبغي لطالب العلم طالب العلم ما ما يبهبون الله يشغله إن الله يشتغل بشيء آخر إنك مشغول غير العلم ولا يعرض مجلسه عن الفقه مجلسه لماذا حبل قادم يكون هذا علمكم تحصيل شيء وقتي لي ألبي وقتاس إن سلم حرف الدنيا ما لري الدنيا ما لري شيء الدنيا ما لري إذا أعطيت كلك تعطيك النصف لره وإذا أعطيت نصفك تعطيك الربع مركز الله الباب أقول لن كسم ويا القرن وينبغي لطالب العلم أن لا يشتغل بشيء آخر غير العلم هو ونظنك شيء كان إن علم أن لب برد لبو ميرنا وما يكون لب بدنها إنك عمل فلا ما يكون دب بدنها إن ده تكلم كبير عالم ما يلري لا إلهي علمه مبارك عمل فلن وافجي ومتن أنك ويري شرفت ذكرامي سن دوري لانقاس عالم شروطه كثير عالم نمط إبليس يقول بالما إبليس علمك يرى انقوب الهي بنقبسان علمو ما يركر انما يخشى الله من عباده العلماء ولك ست شريد علم ما ينكسا لا بد ان يتقي الله الهي قبسو انسي علم جي ريو انسي هو يا علم جي ريو علمو ما يركر مثقف لو البرد اغيان ولك سه لي دوغر قال محمد الحسن الشيباني رحمه الله تعالى مري ان صناعتنا هذه شغلانا تنه علمك جيدا من المهدي ديربته بلا وداس الى اللحد الى ايلك كذا فمن اراد ان يترك علمنا هذا ساعه فليتركه ساعه لان علمك ان ساعه دقيق تبقل فليتركه ساعه حتى بسوك تبقى حتى ميل دور روي ودخل فقيه وهان قال على ابي يوسف يعود سوى بغض في مرض موته جيريس قال ماذا هو يجود نفسه وهو يجود بنفسه وصانا تي لمشي يا رازيا سكراتي يجود نفسي دي سكاوكي اما نفسي دي بيو لالك باي لكن معنى كمان غادي وصانا تي جيري اوري فقال له يوسف ماري رمي الجمار بورو ان لجيم راكبا الله صار انت افضل فضل مس امر اجلا الله لغايك هذا عجبت مشعر حرام بس أماكن المقدسة بسيت ميني سيت مزدلفة سيت لقاء سيت هذا حاجة كجرته أعمال حاجة ما يكون ماذا
رمي الجمار ما سديد بيرو دين لجيمي بيرو هذا أدو جاهدي سارن تفضل بدنه مش أدو لغاز فلم يعرف الجواب لان الجواب تقول فأجاب بنفسي وسو جواب يلر ما يك جواب يلر بأن الرمي راجلا في الأوليين أفضل الله بظهر قاف رجيه وقاس وده سهك ما كلا عن كبار بيرتك وات إتن لمات دعاء ولي ولك دعاء سمر كده تدو شيء جنت ميلو جواز سرماس إلهي توس أتن أتن لمات جمداس جواز سرماس إلهي توس تنسد هاد جمداس دعاء ملاي ولا سوق كده مركو ما يبغي في بأن الرمي راجيلا لغاياك فضبان في الأوليين أفضل وفي العقبة تنلا رو نقدم بيته راكبا أفضل وير سك فيكر وهكذا ينبغي للفقيه لأن الفقيه ما يهبونا أي يشتغل به إنك مشغول في جميع أوقاته وهكذا ينبغي للفقيه فقيه كما يقولها أي يشتغل به في جميع أوقاته حينئذ يجد مهلي لذة عظيمة على في ذلك لماذا دت كونك البردان الدنيا لو قرصدة الدنيا لو قرصدة وأقويها أنكو تخصصي جيسك أفريقيا وأنكو تخصصي برق الدحى رما عربتا رما إسلامكا كونفور بر إيشيا وأقويها أنكو تخصصي لقالها رما عمل هذا سلام يقول الدنيا الجيدة أضرب دين برد إلهي ولو قرصدة لان اذن هاينا الهي لو ورثه من الله اي الهي كوين تدردي ما درمزه عظمه علم الفقه فقه وين اسم الانت كلما لانك قلبجي هكو يرات اما هندوجي كوديان عظمه هذا الدين الهي جين كوديان وقيل ما لري رؤيا محمد يلا ارغي شيخ علماء الاحناف لهن يريد اسم مركز أن طبعاً تدوس أكو شيء كي وفقهاء الحنفية محمد ولا ما حد نحسن شيبان لك جيدي صاحب أبو يوسف صاحب أبو حنيفة يعني جيدي أبو يوسف كصاحب شيء في المنام بعد وفاة فقيل ملا كيف كنت سهايتي في حال النزع مرك نفتلك وقاضي سهايتي فقال ملا كنت متأملا أن ما في رأي في مسألة غير من مسائل المكان مكاتب أضونك مكاتب كي بوجي هان هان شينغري والقحوري كاسا مثلا فلم أشعر ما بدرن بخروج الروحية روي بوجي مدرن والرز إلهي بن الشيخ والنازعات غرقا والناشطات ناشطا مؤمنين تميبر والناشطات ناشطا مدرن مين شو هديد أو كلمة لري دوري كي دك دي والله ما يدري ما لري مركن إيه كسرت وركن هلمو هلمي كود قصة إسرائيل هذا ولا بعض ولا سكوه اللي ما له رأي يستأنس ولا يعتمد والوجه اللي ما معه كذا خير ما رأي كنت متأملا ما في ثري في مسألة في رأي من مسائل المكاتب وضون كمكاتب كمسائل في رأي فلم أشعر ما بدرن بخروج الروح ما درن ناري وقيل ما له رأي إنه قال في آخر عمره آخر عمر جيمي بري محمد حسن شغلتني ما مشغول مسائل المكاتب يا مشغول أنا الاستعداد إن ندير جرو لهذا اليوم جيك كنا جيردك جديا أنا الاستعداد لهذا اليوم جيك معناتنا لماذا إن ندير جرو وإنما قال ذلك أنا تضمن غير تواضعا يسوينا جابين غير مايا إنه سآخر ندير جرو إلهي بنو أقوان أرن شهادة لوايد محسنين تقوم مثاي فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين الإمام الضحاوي رحمة الله عليه الفصل الثامن في وقت التحصيل والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.